قصة عجيبة. رجل كبير في السن كان لا يصلي إلا في الصف الأول خلف الإمام، وفي يوم من الأيام بعد صلاة العصر زحف الرجل على مقعدته حتى وصل إلى الإمام، وتعجب الإمام من هذا الرجل الكبير في السن يزحف إليه وهو يسبح الإمام ما زال في الأذكار، يقول: وإذا به يجلس بين يديه. قال: يا شيخ يا مطوع، أريدك أن تعلمني شيء الله ينفعني به، أي شيء، علمني حاجة الله ينفعني بها. يقول الشيخ الداعي الإمام، يقول: فاجأني وأنا أسبح ويزحف وجاء إلى عندي، يقول: ماذا أقول له، ماذا أعلمه، يعني باغتني هكذا، ماذا أعلمه؟ يقول: فألهمني الله عز وجل وتذكرت هذا الحديث، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول: تذكرت هذا الحديث من ضمن الدين كله، تذكرت هذا الحديث. يقول: فقلت له: يا عم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. قال: يا ولدي عدها، عيدها ما حفظتها. يقول: فأعدت عليه. قال: يا مطوع عيدها مرة ثانية. يقول: فأعيدها عليه وأكررها عليه حتى قال: يا ولدي حفظتها. خرج هذا الشايب يا إخوان يدعو بهذه الكلمة إلى الله جل وعلا كلما جلس في مجلس وفي وليمة وفي عزيمة. قال: يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يجون البنات من محارمه يسلمون عليه ويسلمون على راسه، يقول: يا بنتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان، ويذكر لها الحديث وينشر هذا الحديث. كلما دخل في مجتمع أو جاءه أحد من أقاربه أو زاره في بيته قال هذا الحديث، فأخذ يدعو به إلى الله. مرض الشايب ودخل المستشفى وأصيب بجلطة وغاب عن وعيه، ومكث فترة من الزمن يعودونه أبناؤه وأقاربه وذويه يقفون عند رأسه، وفي يوم من الأيام وأبناؤه يتحلقون حوله، والطبيب يقف عند رأس هذا المريض، فإذا بالرجل يفتح عينيه لأول مرة بعد فترة من الجلطة، فتح عينيه، فنظر الأولاد إلى الأب، استبشروا خير، الأب فتح عينيه، الدكتور ينظر، فرح الدكتور، اقترب منه الدكتور، يلبس البالطو حق الدكتور والسماعة معلقة في صدره، فينظر إلى المريض وينظر المريض إليه هذا الشايب، فعرف الدكتور، عرفه من السماعة وعرفه من البالطو، فقال له: يا دكتور، يا دكتور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يا دكتور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى الله، ثم مات، ثم مات على هذه الكلمات التي دعا بها إلى الله، جلطة في غيبوبة لفترة طويلة، ثم لما استيقظ تذكر هذا الحديث الذي نفعه الله به، تذكر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، يقولها للدكتور: يا دكتور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتعلم يا عبد الله أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وأنك لو قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، فما أعظم الذكر، وما أعظم فضله، وما أعظم قوة وزنه في هذه الموازين التي ستنصب لي ولك يا عبد الله في يوم من الأيام. فماذا قدمنا في الموازين؟